في الفرقة الوطنية كبارين ومحاطين بحراسة مشددة. إرهاب سي محمد، إذا اعتقلكم هنا في وجدة وداوكم للدار البيضاء، وتما كيفاش شكون الوكيل العام اللي تلاقيتو معاه وكيفاش تم الدور؟ كما قلت تم اعتقالنا من جديد بعد أن تم إطلاق سراحنا في وجدة، توجه لنا استدعاءات للمسؤولين المحكمة الابتدائية في موعد ذكر في الاستدعاء. جاءت التعليمات من الفوق كما قلت، وتم اعتقالنا من جديد في ذلك المساء، وتم ترحيلنا الى الدار البيضاء للفرقه الوطنيه في الدار البيضاء في المعارف في ظروف قاسيه، كبارين الايدي وبدون ماكل او مشرب، وفي حاله نفسيه متدهوره وتحت حراسه مشدده. كنتوكم جمهور بثلاثة ولا طلعت بوحدكم؟ لا، كل شيء، كنا حالتا بواحد عدد السيارات وعدد الدراجات، وكنا في كونفوا. تم ترحيلنا إلى الفرقة الوطنية، حيث تم استقبالنا من طرف الراحل مدير الفرقة الوطنية السيد الحق الخيار، وكان يطلب منا باش نوقفوا الإضراب عن الطعام. كنا دخلنا في إضراب عن الطعام، وعدنا باش اننا غادي يتعامل معنا بكل مهنيه وكل احترام، وهذاك الشيء اللي وقع. فبقينا هناك مده 4 ايام في ضيافه الفرقه الوطنيه، وتم الاستماع لنا في محاضر يعني بعدد من ضباط المخابرات والامن. وتقدمت للمحاكمه من بعد؟ وبعدها تم تكييف القضية، وتم ترحيلنا تقديمنا للوكيل العام في الرباط، وكيل العام للملك في المحكمة في الرباط. وهناك بقينا في محكمة الرباط، تم الوكيل العام الاستماع لنا وأمر بوضعنا تحت الاعتقال الاحتياط في سجن الزاكي، سجن سنة الزاكي. بقينا هناك في سجن الزاكي، وحتى تم الحكم علينا. أنا تم الحكم علي بثلاث سنوات نفيدة. كيفاش كانت الظروف في الاعتقال؟ واش كنتوا تما مثلا في السجن، واش كنتوا ضمن مجموعة ديال المعتقلين في نفس يعني في التوجه، أو كنتوا بوحدكم؟ لا، هذا هو صراحة، هذا هو اللي الحاجة الوحيدة اللي دارتها دارها السلطات بحكمة، أنه لم يتم إقحامنا مع الإرهابيين الذين المتطرفين كانوا لهم جناح خاص، كانت عندهم جناح ميم وجناح ألف. حنا كنا في جناح مع السجناء الحق العام. في المرافعات دابا واش كانت مؤازرة ديال دابا المؤازرة، لقيتوا شي مؤازرة من المحاميين من الجمعيات الحقوقية؟ كانت هناك مؤازرة، وكانت كان انا عندي المحامي محمد زيان، وكان عندي عبد الرحمن الجامعي اللي راه معتقل هي محمد زيان، وكانت هناك تضامن واسع من طرف المنظمات الدولية خصوصا. وتم اعتقال بعد الحكم عليكم، نطقوا بالحكم ووديعتوا السجن. واش نقلوكم للسجن الوجدة ولا دوزتوا كاع المدة تما؟ لا، بقينا في السجن سنة. أنا بقيت هناك مع رفقة علي مرابط، وبعدها جاء التحق بنا مصطفى العلاوي، وبقيت أنا مدة ما قضيت 6 أشهر حتى جاء العفو الملكي. تم العفو عليكم يعني جماعة ثلاثة؟ جاء العفو الملكي في إطار واحد اطلاق سراح جميع العفو على السجناء السياسيين ومعتقلي الراي. اذا انت واش كتعتبر راسك دابا، مادام دابا صافي مكتوب لك في الدوسي بان انت كنت معتقل راي دابا ولينا اطلق سراحك بهذه الصفه هذه على الاقل، اذا واش كتعتبر انت راسك باللي بالفعل انت تم اعتقالك بانه انت كنت معتقل ديال راي، او انها كانت اعتقال تعسف؟ الآن بعد هذه المدة أنا شرف لي أن أكون بين معتقلي الرأي الذين مروا من السجون المغربية ليكونوا
اني مناضلين في بالنسبه لهذا الميدان اللي خص التضحيه بالضروري. فانا ما عنديش مشكل، كانت تجربه قاسيه حقيقه، ولكن لا يعني ما عنديش مشكل لانه كنت متقرب.